ترحب مملكه البحرين بالنتائج المهمه التي تم التوصل اليها خلال المشاورات بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا الاتحاديه على هامش اجتماع قاده دول مجموعه العشرين في جمهوريه الصين الشعبيه بشان النفط وتؤكد مملكه البحرين دعمها التام لنتائج هذه المشاورات والتي تعد خطوه استراتيجيه لتحقيق التوازن في اسواق النفط مشدده على ضروره استمرار هذا التعاون البناء وعقد مثل هذه المشاورات واللقاءات بين المنتجين الرئيسيين للنفط ضمانا لاستقرار الاسواق ومراقبتها ودعم جهود التنميه في مختلف دول العالم واذ تثمن مملكه البحرين الجهود الحثيثه لكل من المملكه العربيه السعوديه وروسيا الاتحاديه ومساعيهما الدؤوبه الراميه الى وضع حلول دائمه ومعالجات ملائمه للمشكلات المختلفه التي تواجه المجتمع الدولي فانها تؤكد على ضروره تضافر كافه الجهود الاقليميه والدوليه سعيا للوصول لمستقبل اكثر اشراقا وازدهارا لدول العالم باسره